بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يسعدني ويشرفني وبعد احتلال العراق عيد عام 2003 أصبحنا في خندق واحد ونواجه عدوا مشتركا، خاصة بعد أن تبينت لنا ولأبناء الشعب العراقي المخططات الدموية لفيلق القدس الإرهابي الذي يرأسه الجنرال قاسم سليماني والذي نفذ عمليات الانتقام والإقصاء للكفاءات العراقية داخل العراق بعمليات إرهابية جبانة. أنا سعيد حقيقة أن الحمد لله الآن العالم يعني بدأ يدرك حقيقة الدور الخبيث لنظام الملالي في المنطقة، والذي يحاول أن يعيد أمجاد وما يسمى ببلاد فارس القديمة، لأنه يحمل أطماعا توسعية. هو لا يكتفي حقيقة بما احتله من الأراضي العربية في الأحواز، وإنما دائما صاحب رؤية توسعية انتهازية يقتات على مشاكل الشعوب، وهذا ما نحن نعرفه وجربناه مع نظام الملالي في طهران. أنا حقيقة لا أريد أن أطيل في كلمتي، ولكن أدعو الأخوة الأحوازيون أن يكونوا في هذه المرحلة يتحمل المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة. أنا أرى بأن هذه الجرائم المرتكبة والموجودة الآن على جدران القاعة، أعتقد بأنه يجب أن تنقل إلى الشارع أمام المجتمع الدولي. يعني يجب أن نخرج من الندوات والمؤتمرات الوطنية والمحلية وحتى العربية إلى المجتمع الدولي، لأننا إذا ما استطعنا أن ننقل قضية الأحواز العادلة أمام المجتمع الدولي، وإذا ما استطعنا أن ننقل حقيقة هذه الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الأحوازي وكيف تضطهد حقوقهم وكيف تنتهك أعراضهم وكيف تسلب أموالهم، الشارع الأوروبي والشارع الدولي لا يعلم بهذه الحقيقة، لا يعلم بهذه المجازر، وهي جرائم ضد الإنسانية. يعني أتمنى على قسم من الأخوة الأحوازيين أن ينتقلوا إلى مرحلة مساعدة نظام الملالي باعتباره يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة منظمة، وينتقلوا إلى التحرك أمام المجتمع الدولي في المحكمة الجنائية الدولية أو حتى في طلب الدعم السياسي داخل دوائر القرار في مجلس الأمم في مجلس الأمن الدولي. وبالتالي أنا أرى بأن هذه الجرائم وهي تقع جرائم ضد الإنسانية وتنطوي تحت مساءلة نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أنشئت على أساس المحكمة الجنائية الدولية، للأسف لم تتم مساءلة هذا النظام العنصري التوسعي لحد هذه اللحظة، ودماء هؤلاء الشهداء هي أمانة في رقابنا جميعا. إضافة إلى ضرورة أن تنتقل هذه الصور وهذه الحقائق أمام المجتمع الدولي في الشارع، لا ضير حقيقة أن ينتقل الأخوة الأحوازيون ويقفون أمام المانشستر، يقفون أمام تين دارم ستريت، يقفون في برلين في باريس، يقفون في كل العواصم الأوروبية أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال كل الأخوة الأحوازيين المضطهدين والمشردين عن أراضيهم وبلدهم وحققنا المصير، أن تنتقل هذه الجرائم لغرض تكوين رأي عام دولي اتجاه ما يجري حقيقة من مآسي داخل الأراضي العربية في الأحواز، وضرورة توعية المجتمع الدولي على حق تقدير المصير الذي هو وفق ميثاق الأمم المتحدة والذي لم نأتي يعني بما لم تأتي به الأوائل، وإنما هو جزء ومبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة والدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة. لذا أكرر دعوتي لكم إخواني أن تتحملون مسؤولية كبرى في هذه المرحلة. الثورة الأحوازية هي أمانة في رقابنا جميعا، علينا أن نطلق المجتمع الدولي حول هذه ما يجري من حقائق واضطهاد وقتل والإعدامات ليست وليدة اللحظة. يعني الشعب الأحوازي 80 سنة الآن ينزف دماء، المجتمع الدولي لا ينظر إلى الشعب الأحوازي كشعب،
وإنما ينظر إليه كأنه برميل نفط قدم هدية إلى الشاهنشاهية الإيرانية الفارسية. فهذه حقيقة يجب علينا أن نطالب بحقوق الشعب الأحوازي، علينا أن نتحمل مسؤولية أن ننتقل بمخطط مرحلي على الأقل لنقل قضية الأحواز أمام المجتمع الدولي. وأكرر أرجوكم أن تنتقلوا من مرحلة النضال المحلي إلى مرحلة النضال أمام العالم، لأن حركة تحرير الأحواز بصورة عامة هي إحدى حركات التحرر العالمية التي يجب أن تنال اهتماماً حقيقياً من المجتمع الدولي ومن المنظمات الدولية ومن الأنظمة السياسية في الدول. هنالك صراع عليكم أن تنتهزوا في هذه المرحلة، أنتم تعلمون بأن الدور الإيراني الفارسي أصبح الآن في أضعف حلقاته. أنا أعتقد بأنه عليكم جميعاً أن تتحركوا على مستوى على جميع المستويات الأحرى لغرض استثمار هذه المرحلة لتحقيق الحرية والتقدم للشعب الأحوازي والاستقلال، حتى ينال استقلاله في دولة عربية تنضم تحت لواء الدول العربية وتعود إلى الوعاء العربي وتعود إلى أهلهم وعشائرهم المنتمية الممتدة على مدى الوطن العربي. وكما قال الشاعر: بلاد العرب أوطاني من الشام تطواني، ولكن أنا أقول من الأحواز تطواني. أكرر شكري وتقديري على إتاحة هذه الفرصة، وأنا حقيقة مؤمن بأننا في خندق واحد وعلينا أن نعمل صفا واحدا لاتجاه الهجمات التوسعية والخطوات المصرية الفارسية. أكرر شكري وتقديري للأخوة القائمين على هذه الندوة، وأيضا شكري وتقديري لكل الأخوات والأخوة على حسن الظن وعلى الاستماع الطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.